الحب القديم، الناس يفهمون الدين على أنه مجموعة الأوامر والنواهي ولوائح العقاب وحدود الحرام والحلال، وكلها من شؤون الدنيا. أما الدين فشيء آخر أعمق وأشمل وأبعد. الدين في حقيقته هو الحب القديم الذي جئنا به إلى الدنيا، والحنين الدائم الذي يملأ شغاف قلوبنا إلى الوطن الأصل الذي جئنا منه، والعطش الروحي إلى النبع الذي صدرنا عنه، والذي يملأ كل جارحة من جوارحنا شوقا وحنينا. هو حنين تطمسه غواشي الدنيا وشواغلها وشهواتها، ولا نفيق على هذا الحنين إلا لحظة يحيطنا القبح والظلم والعبث والفوضى والإضطراب في هذا العالم، فنشعر أننا غرباء عنه وأننا لسنا منه، وإنما مجرد زوار وعابري طريق. ولحظتها نهفو إلى ذلك الوطن الأصل الذي جئنا منه، ونرفع رؤوسنا إلى شوق وتلقائية في شوق وتلقائية إلى السماء، وتهمس كل جارحة فينا: يا الله أين أنت؟ ولحظة نخطئ ونتورط في الظلم وننحدر إلى دركات الخسران، فننكس الرؤوس في ندم وندرك أننا مدانون مسؤولون. فذلك هو الدين، ذلك الرباط الخفي من الحنين لماضي مجهول، ذلك الإحساس بالمسؤولية وبأننا مدينون أمام ذات عليا، ذلك الإحساس العميق في لحظات الوحدة والهجر بأننا لسنا وحدنا، وإنما نحن في معية غيبية وفي أنس خفي، وأن هناك يدا خفية سوف تنتشلنا، وذاتا عليا سوف تلهمنا، وركنا شديدا سوف يحمينا، وعظيما سوف يتداركنا. فذلك هو الدين في أصله وحقيقته، وما تبقى بعد ذلك من أوامر ونواهي وحرام وحلال وأحكام وعبادات هي تفاصيل ونتائج وموجبات لهذا الحب القديم. ولكن الحب هو رأس القضية، وإذا غاب ذلك الحب فإن كل العبادات والطاعات لن تصنع دينا، ولن تصنع متدينا مسلما كان أو مسيحيا أو يهوديا. وما كان الصليبيون الذين جاءونا غزاة طامعين على دين، أي دين، ولا كان سفاحو السرب الذين يقتلون الأبرياء على أي ملة من الملل النصارى، ولا كان إرهابيو اليوم الذين يفجرون القنابل مسلمين. ولو صلوا جميعا، ولو صاموا الدهر، ولو أطالوا اللحى، ولو قصروا الجلابيب، وحملوا المصاحف ورتلوا الآيات، ما بلغوا من الدين شيئا. وهل بلغ النبي يحيى يوحنا المعمدان عليه الصلاة والسلام ما بلغه من نبوة إلا بذلك الحنان الذي كان يفيض منه، والذي قال فيه ربه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فتلك كانت أركان نبوته: الحنان والزكاة والتقوى. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يحتضن جبل أحد ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. حتى الجماد كان موضع حب، حتى الجماد كان موضع حب النبي وتوقيره. وهذا ابن عربي يقول: لن تبلغ من الدين شيئا حتى توقر جميع الخلائق. وهذا ربنا يقول عن المؤمنين: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالقلوب هي دائما موضوع الامتحان، وحب الله وحب ما خلق وما صنع من أرضين وسماوات ونبات وحيوان وبشر، هو جوهر كل الديانات الحقة، هو المقياس الذي نفرق به بين أهل الدين والأدعياء المشعوذين والكذبة، وكل الدعاة الذين يغرقون أتباعهم في التفاصيل والقشور والمظاهر، ويبتعدون بهم عن روح الدين، عن الحب والرحمة والتقوى ومكارم الأخلاق. هم من الكذبة بقدر بعدهم عنها. وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم في الجدل وفي حرفية النصوص وفي ظاهر الكلمات، دون التفات إلى روحها. وما كانت نقمة موسى على اليهود حينما أمرهم بأن يذبحوا بقرة إلا لإغراقهم في الجدل والتنطع والسؤال: أي بقرة تكون وما لونها؟ بنية هي أم مرشقة أم صفراء؟ عجوز أم بكر؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
أو لعلك تهزأ بنا. هذا الجدل والغرق في التفاصيل والتحجر على الحروف والكلمات أخرجهم من الدين في نظر موسى، واستحقوا عليه التقريع واللوم. وللأسف الشديد، التدين اليوم خرج من روح التدين بسبب انحراف الدعوة وانحراف أكثر الدعاة إلى إغراقهم في القشور والتفاصيل والخلافيات والأمور الثانوية، مما ألقى بأكثر المسلمين إلى الاختلاف والجدل، ومما خلق الذرائع لمحترفي الإرهاب ولهوات التعصب، مما أوجد هذا التدين للسطحي المتهوس الأبلة. وأرى أننا مطالبون اليوم أكثر من أي يوم مضى بالعودة إلى روح الإسلام وإلى نبعه الشامل، إلى فضائل الحب والرحمة والمودة والتقوى وسعة الصدر مع الخصوم وتدبر معاني النصوص وعدم الوقوف عند حروفها وقراءة القرآن بالقلب وليس بالأحداق. والإسلام ليس ألغازا وليس لوغاريتمات، ولا يحتاج منا إلى كل تلك الفتاوى. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب من سأله عن الإسلام فقال في كلمات قليلة بليغة: قل لا إله إلا الله ثم استقم. هكذا ببساطة، كل المطلوب هو التوحيد والاستقامة على مكارم الأخلاق. إنها الفطرة والبداهة التي نولد بها لا أكثر. أن تحب أخاك كما تحب نفسك. اسأل نفسك: هل تنام كل يوم على مودة وحب ورغبة في الخير ونية في عمل صالح، أم على غل وكراهية وحسد وتربص؟ وستعلم إلى أي مدى أنت على دين الإسلام. ماذا تخفي في طيات ثيابك؟ هل تخفي خنجرا أو مسدسا، أم تخفي هدية حب ورسالة خير لإخوانك؟ هل تخطط لتبني أم لتهدم؟ هل تنطق بالعيب من القول وبالنافع من الكلام، أم تدعو إلى الخراب والدمار والفتن؟ إن الدين لا يحمل سيفا إلا للدفاع عن مظلوم، ولا يعرف العنف إلا إصلاحا. بهذه المقاييس تعرف نفسك وتعرف الخانة التي يقف فيها ذلك الداعية الذي يدعوك إلى الإسلام، وتعلم أين يقف مع الدين أم مع الإجرام. إن الفطرة والبداهة دليلك، ولست في حاجة إلى فقه أو فلسفة أو فتوى. قلبك يفتيك، إنه الحب قلب القضية وروحها والجوهر الصافي لجميع الأديان وكل الرسالات. أما الشرائع والأوامر والنواهي فهي لتنظيم شؤون الدنيا لا غير، وهي تابعة للإطار العام، إشاعة السلام والعدل والحب بين الناس. وسوف يتوقف عملها في الآخرة حينما لا يعود لأحد حكم أو سلطان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر، لأن الأمر الآن أصبح أمر ملك الملوك مباشرة، والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطش بطشه، ولم يعد لأحد الحرية في أن يطغى أو يظلم. ومجال الشرائع إذن محدود بوظائفها وزمانها. وكما قال الفقيه الإسلامي العظيم العز بن عبد السلام: في زمان شيوع البلوى، إذا أصبح تطبيق الشريعة مؤديا إلى ازدياد المنكر، فإنه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها. ومن هنا أفتى بعدم تطبيق حد الخمر على عسكر التتار، لأن سكرهم وغيبوبتهم سوف تكف شرهم عن الناس، وفي ذلك فائدة كثيرة، بينما إفاقتهم سوف تؤدي بهم إلى المعاودة الأذى والضرر، وفي ذلك مزيد من المنكر. لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمة الشرع هي إقامة المصالح في الدنيا، وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مطلق، وأن مجالها محدود بوظائفها وزمانها. وبهذا المعنى نفسه لم يطبق النبي عليه الصلاة والسلام حد قطع اليد، القطع على السارق في سنوات الحرب، كما لم يطبقه عمر بن الخطاب في عام المجاعة. ونفس هذا الكلام يقال للغوغائيين من الدعاة والسطحيين الذين يطالبون بقطع الأيدي والرجم والجلد علاجا للفساد الموجود، وهم لا يعلمون أن الفقه الإسلامي نفسه لا يوافقهم على هذا الفهم السطحي والغوغائي. فالعصر باعترافهم عصر شيوع الفساد وشيوع البلوى، وبالتالي يستوجب فقها آخر ملائما للظرف القائم،
لأن تطبيق الحدود العادية سوف يزيد المنكر نكرا. فالوزير والكبير الذي يسرق مئات الملايين عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية، وسوف يعفى من القطع، بينما النشال الذي يسرق 5 جنيهات سوف تقطع يده، وفي ذلك ظلم فاحش وتشجيع للكل بأن يسرقوا وينهبوا بالوسائل الملتوية من عمولات ورشوة واختلاس وتزييف وخلافه، وفي ذلك حظ على عموم المنكر. وعلى باب أي محكمة يمكنك أن تشتري 4 شهود زور لتقطع يدا من تريد وترجم من تشاء، ثم من يقطع يد من في عالم كله من اللصوص والمرتشين. ونفس الشيء يقال في معاقبة الزاني بالرجم في الوقت الذي تحض فيه الإذاعات والبث التلفزيوني الخارجي الهابط من الجو عبر الأقمار الصناعية على الفحش العلني، وتدفع بالشباب دفعا إلى الفسق. فالشباب مجنى عليه وليس جانيا، مجني عليه وليس جانيا، وإطلاق الحدود في مثل هذه الحال من شيوع البلوى والظلم. فضلا عن استحالة استيفاء الشروط الفقهية للرجم، وهي 4 شهود يحلفون بأنهم شاهدوا عملية الإدخال، فالعقوبة هنا غير واردة. وهؤلاء الدعاة الغوغائيون يقولون إفكا من القول وزورا، ويباشرون فهما متحجرا ضيق الأفق لا يقول به أي فقيه مسلم مستنير. وينسى هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره للظروف، ويأخذون من القرآن آية واحدة مقطوعة عن سياقها، ويغفلون روح القرآن في مجموع آياته ونصوصه، وهو كتاب أوله رحمة وآخره رحمة. ألم يقل الإنجيل في صريح آياته: إن أعترتك يدك فاقطعها، وإن أعترتك عينك فاقلعها؟ وهو أمر بقطع اليد التي تسرق وفقع العين التي تزني. ومع ذلك لم يقل أحد من المسيحية بهذا، وإنما وضعوا الآية داخل مجموعة آيات الإنجيل وصوره، وقالوا بالروح العامة التي تشيع في كتابهم، وهي روح المحبة والرحمة والعفو والمغفرة، واكتفوا بالعقوبات التعزيرية مثل السجن والتأديب والغرامة. بهذا المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر إلى الشرائع في إطار زمانها ومكانها وظروفها، وفي إطار الرحمة التي أوجبها الله، فهو سبحانه خلق لنا الشرائع لإسعادنا في الدنيا وليس لتعذيبنا، وخلق لنا العقل لنتدبر كلماته، ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة، ولا جعلنا آلات ننفذ في آلية بلا تدبر وبلا تفكير. وأراد بروح النصوص أن تكون هي الحاكمة على حروفها، وبدأ باسمه الرحمن الرحيم كل شيء. وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محبة، والحب هو روح الوجود وهو سر ديمومته، وهو النفحة الربانية التي بدونها تنهد أركان الشرائع جميعها وتزول النعمة وينعدم المعنى. وبدون الحب في قلبك لا يعود لوجودك معنى، ولا لفضائلك معنى، ولا لدينك معنى. أي معنى مهما أطلت اللحى وبسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت. وغني عن البيان أن المقصود بالحب هنا هو حب الحق وحب الخير وحب العدل وحب الجمال وحب المثل العليا، وهي جميعها أسماء الله الحسنى ومسمياته. فهو سبحانه وحده الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو الحق وهو العدل الحكم، وهو بديع السماوات والأرض. وكل جمال في الكون يرتد إلى جماله، وكل كمال في الخلق يرتد إلى كماله. وهذا هو الحب القديم الذي فطرنا عليه منذ أن خاطبنا ربنا، فقبل أن نولد وقبل أن نجيء إلى الدنيا هاتفا بنا: ألست بربكم؟ فقلنا جميعا ونحن ننظر بتعلق وحب إلى وجهه الكريم: بلى شهدنا. وهذا الحب هو حقيقة كل الأديان وروح كل العقائد وأساس كل الملل، وبدونه لا معنى لدين ولا معنى لدينونة.
وهذا الشوق النبيل هو الطاقة الدافعة وراء كل فن عظيم وكل إبداع رفيع وكل فكر ملهم وكل استشهاد وكل فداء وكل بطولة. وهذه النورانية فينا هي التي اقتضت سجود الملائكة وتسخير الكون لنا، وهي التي جعلت حياتنا رغم مشقاتها وعذابها جديرة بأن نحياها. وبدون هذا الحب في ساعات الخطر يتحد المختلفون ويلتقي أبناء العم وأبناء الخال وأبناء سابع جد، وتذوب الأحقاد الصغيرة ويؤلف الخطر الداهم وشيجة توحد كل القلوب. وهذا شأننا اليوم، وقد رأينا ما يصنعه الحلفاء الأوروبيون والأمريكيون بمسلمي البوسنة والمظلومين المحاصرين بالرصاص والقنابل والجوع والموت، فلا تكون نجدتهم إلا بتكريس هذا الظلم وإضفاء الشرعية على هذا الحصار وإقرار الناهب على ما نهب والتسليم للمغتصب بما اغتصب، ثم تحويل ما تبقى من أرض إلى معتقلات أبدية تعيش فيها البقايا المنهوبة والهياكل المغصوبة، تتسول المعونات من جنود الأمم المتحدة وتأكل من فتات الأيدي مثل حيوانات الأقفاص. وتلك هي القرارات الوضيعة التي وصل إليها السادة الأوروبيون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أخيرا أفصح هؤلاء الناس عن عواطفهم الحقيقية، اتفقوا في البداية على تكتيف أيدي الضحايا وحظروا عليهم أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم، وأخيرا قرروا سجنهم في جيوب ومعتقلات إلى الأبد يلقون إليهم بفتات الطعام، وهذا عدلهم وهذا قانونهم وبئس ما صنعوا. فماذا نحن فاعلون؟ أما زلنا نختلف السنة والشيعة وشوافع وأحنافا وزيودا، وعلى ماذا؟ على ماء الوضوء يصل إلى الكوع أو يشمله، وعلى الأيدي ترسل على الجانبين أثناء الصلاة أو تضم على الصدر، وعلى نقاب أم حجاب ولحية أم جلباب، وأذان واحد لإقامة الصلاة أم أذانان، ونجهر بالصلاة متى ونخافت بها متى، وننتظر الإمام الغائب أم لا ننتظر، ونولي الفقيه أم السياسي، ونضع أموالنا في البنك أو في دفاتر الادخار. يا سادة فيما تختلفون؟ ألا ترون الأيدي التي تريد أن ترقي بكم في جب وتهيل عليكم التراب؟ ألا تسمعون كلام الله يدوي في أذانكم؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ألا تسمعون وعيده وتهديده؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإنه ليوشك أن يفعل إذا استمر خلافنا. وفيما الخلاف وقد آذن الموت باقتراب وأطبق علينا التآمر من كل جانب، وكيف يختلف أهل توحيد وأهل فطرة؟ دينهم أبسط وأوضح من نور النهار، أوجزه تنبيههم في كلمات قل لا إله إلا الله ثم استقم. لم يذكر عمامة ولا جلبابا ولا لحية ولا نقابا، وإنما فقد الاستقامة على مكارم الأخلاق وعلى توحيد الله، وكل ما عدا ذلك فضول. وهل البنوك حرام أم حلال؟ وهل التصوير حرام أم حلال؟ وهل الغناء حرام أم حلال؟ وقد غنى البنات والأولاد للنبي عليه الصلاة والسلام عند قدومه المدينة، وأنشدته الخنساء الشعر فاسترادها. ولو كانت هناك كاميرات على زمان النبي لوجدنا له ولصحابته الكرام مئات الصور. وهناك الجيد والرفيع من الفنون الذي تنشرح له الصدور، وهناك الوضيع والهابط الذي تعافه الأذواق وترفضه النفوس قبل الشرائع، وتستجد في كل زمان أحوال وظروف وتطرأ ملابسات ومتغيرات، ثم لا تختلف الأذواق على القبيح ولا حسن الحسن. ولا يحتاج أهل الفطر السليمة إلى فتاوى، وإنما قلب المؤمن دليله. إنما هي تجارة جديدة يمشي بها تجار السوء في الناس، فيشككون في كل شيء ويبثون الوسواس وينشرون الخلافات ويشيعون المخاوف ويبثون الأحقاد، ويجعلون من كل طائفة عدوة لأخرى، ويجعلون من كل إنسان خصيما لأخيه. وهي تجارة تروج مع التخلف وتزدهر مع في أزمنة رديئة، ونحن بلا شك في أردأ الأزمان.
إذ يوشك الظلام أن يشتد ويملأ تجار السوء والأرصفة ببضاعتهم الفاسدة، ويتنادى أبالسة الشقاق ليشتتوا الناس شراذمة وجذاذات، بينما تزحف علينا العداوات من كل جانب ونحن في غفلة. لا أملك إلا أن أصيح بالكل أن تنبهوا واستقيموا يرحمكم الله، وسدوا الفرج وضموا الصفوف، فليس أولى بالوحدة منا نحن عباد الواحد، فليس عندنا كثرة من الآلهة نختلف عليها، وإنما هو واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وصلاتنا واحدة، ولا خلاف بين سنة وشيعة، فكلنا بحب أهل البيت مشغوفون وبسيرتهم مغرمون، وسيدنا هو سيد شباب أهل الجنة، وهو في أعيننا سنة وشيعة، والطقوسية ليست بضاعتنا، وإسلامنا ليس ضد النصارى، بل هو معهم ما تعاونوا وما تحابوا، والذين قتلوا مسلمين البوسنة ليسوا بنصارى، بل هم وحوش لا ملة لهم ولا دين، ولو كانوا نصارى لمنعهم إنجيلهم الذي يقول أحبوا أعداءكم، واتباع عيسى بحق واتباع محمد بحق، هم على طريق واحد وهو طريق موسى وطريق جميع الأنبياء، فكلمة الله لجميع أنبيائه واحدة، ولكن الصهاينة اليهود خانوا توراتهم واتبعوا أهواءهم واتخذوا من التلمود والبروتوكولات دستورهم، وصليبية اليوم ليست صليبية نصرانية بل صليبية صهيونية يهودية. وأقول لكم اتفقوا وتناصحوا وتحابوا وتآخوا وتماسكوا صفا واحدا، وإذا كان ربنا يقول إنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإنما بأنفسنا الذي يريد ربنا أن نغيره وهذه الأنانية والعصبية والطائفية وعبادة الرأي وعبادة النفس وعبادة الهوى وحب الدنيا والانغلاق على شخصانية ضيقة غبية عمياء لا ترى إلا لشبر واحد أمامها. لم يطلب منا ربنا حيازة تكنولوجيا الذرة والإلكترونيات والليزر لينصرنا، وإنما طلب هذا الطلب الواحد البسيط أن نغير ما بأنفسنا. وقد أرانا بأعيننا كيف انتهت روسيا دون حرب، وكيف ركعت على أقدامها دون أن تطلق عليها رصاصة، وكيف انهزمت من داخل نفوسها فانهارت وعلى ظهرها من القنابل الهيدروجينية ما يكفي لتفجير الكرة الأرضية عدة مرات. فكذلك تكون نهاية الأمم العملاقة حينما تطغى. وأتوجه بهذا النداء إلى 47 دولة إسلامية فيها أكثر من نصف كنوز الكرة الأرضية وأغلبها يتسول طعامه ويقترض مصروف يومه، وأقول لهم منظركم عجيب، منظركم عجيب، وأنتم كالإبل الشاردة لا تجتمع على كلمة. ألا تسمعون حادي الصلاة وهو ينادي عليكم استقيموا يرحمكم الله، وسدوا الفرج وضموا الصفوف، إنما يريدها سنة حياة لا تعليمات لمدى 5 دقائق. فصلاة المسلم هي مؤشر لحياته، ولا صلاة لكم وأنتم ممسكون بعضكم بخناق بعض. فاجتمعوا وتحابوا وتحدوا واتحدوا، فقد تداعت عليكم الأمم تداعي الأكلة على قصعتها، وأنتم كثير ولكن كغثاء السيل الذي انفرط وتفرق بددا. فهل اجتمعتم قبل أن يأتي عليكم الطوفان؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ عجبت لكم، أراكم في الصلاة تتوجهون بالملايين إلى كعبة واحدة في مكة، فإذا انقضت الصلاة لنفرض لو تفرقت بكم الطرق، فمنكم من كعبته واشنطن، ومنكم من كعبته باريس، ومنكم من كعبته جنيف، ومنكم من كعبته إسرائيل، ومنكم من كعبته صندوق النقد الدولي، ومنكم من كعبته CIA، ومنكم من كعبته نفسه. فأي نجاح تنتظرون وكل منكم حرب على الآخر؟ هل أرسلتم النظر لأبعد من أقدامكم؟ فالموت على باب والله من ورائكم محيط، وما تبقى من عمركم لحظة، ثم لا يعود يغني مالا ولا بنون ولا جاه ولا ملايين دولارات في بنوك نيويورك ولوكسمبورغ ولندن. لا
لقد قررت إسرائيل يا سادة أن تقيم دولتها الكبرى على أكتافكم، على أكتاف عداواتكم وتفرقكم، وقررت أن يكون ذلك في السنوات الأربع الباقية من حكم رجلها كلينتون. فهل أنتم منتهون؟ الاسم اللطيف معجزته. ما هذا الذي يحدث في روسيا؟ هل كان هذا النظام الحديدي آيلا للسقوط بهذه الدرجة؟ كيف صعدوا إذن إلى الفضاء وصنعوا أسطورة الأقمار الصناعية والمحطة مير والصواريخ عابرات القارات والميج والسام والرؤوس النووية والمفاعلات الذرية والتفجيرات تحت الماء وسلاح الغواصات المرعب وفائض الأموال الذي كانت تطعم منه روسيا دولا وشعوبا مثل كوبا ونيكاراغوا وموزمبيق وجولا وأنغولا ومختلف الذيول الأخرى وجيوش الجواسيس في أقطار الأرض الأربعة وشبكة المخابرات الرهيبة التي كانت تتصيد العملاء من قلب لندن ونيويورك وباريس وتدوخ أكبر العقول. هذا النظام الذي صمد لضربات هتلر ومدافعه وطائراته وقاذفاته وخاض الجحيم وانقض على الجيش الألماني ليصرعه في قلب برلين وعاد يغني للإنترناشيونالي ويبني الخراب والدمار ويرفع روسيا من الأنقاض إلى فضاء وكواكب والنجوم وعنان السماء. كيف ينهار فجأة وتتكشف كل هذه العملاقة عن شعب لا يجد الخبز وأسراب تائهة من البشر تفتش عن اللقمة في أكوام القمامة هكذا فجأة بلا حرب وبلا ضرب؟ ماذا كانت تلك الهمسة التي كانت تحمل سر الله ولطفه الخفي والتي همست في هذا البنيان الأسطوري فسقط فجأة من طوله بلا قتال؟ إن غورباتشوف حينما حمل إلى شعبه بشارة ألبرسترويكا كان يظن أنه يقدم لهم حلما وأملا وأنه يصلح الشيوعية ويقويها ويطورها. هكذا كان يقول الرفاق، ولكن ما حدث كان النقيض تماما، وكان في ظني مفاجأة لغورباتشوف نفسه، فقد انهدم المعبد كله فجأة وسقطت الأنقاض على رأسه، ثم دفن الركام كل شيء. لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس في أذن الناس بالحرية، ويرفع عنهم غائلة الخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حبية. وفجأة ذابت المادة اللاصقة التي كانت تمسك بأطراف البنيان كله، فلم يكن يمسك بأطراف هذه الإمبراطورية العريضة سوى الرعب والخوف، ولم يكن يمسك الجدران سوى القمع والقهر، وكان الكذب هو المانشيت الكبير الملصق على قباب الكريملين. كانت الشيوعية بيتا من الشعارات وقلعة من الملصقات وبنيانا هائلا من ورق الكوتشينة، وكان الكل عبيد الخوف وأسرى الكرباج، وكانت العظمة ديكورا من الخيش الملون. وانكشف المسرح فجأة على حقيقته، فالشيوعية والحرية لا تقومان معا، والحرية لا تصلح الشيوعية بل تقضي عليها. وغورباتشوف قد أدرك الآن هذا، وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية من حيث ظن أنه يطورها ويبنيها، وأنه كان المعول وأداة الخراب من حيث لا يدري. وكان في قدر الله وقضائه أن يهدم المعبد بأيدي سدنته، وأحسب أن هذا معنى اسمه اللطيف، إنه سبحانه الذي يحقق مراده في خفاء وبلا جلبة وبأيدي أعدائه الذين يظنون أنهم يحسنون صنعه. وقد سألوا غورباتشوف أخيرا هل تؤمن بالله؟ فقال لا أؤمن، ولا أدري ماذا سيصنع به الزمان الدوار أكثر مما صنع، وماذا سيكشف له أكثر مما كشف، ولكن يقيني أنه إذا كانت في هذا النظام المنهار قيمة أو معنى لما سقط هكذا ككومة تراب وتبخر وأسبح كل شيء. وتصل إلي دائما أعداد صحيفة مجاهدي أفغانستان، وفيها يقولون دائما إنهم هم الذين هزموا روسيا، وأحسب الآن أن في كلامهم معنى، فهم لم يهزموها بالسلاح ولكن بدعوة مظلوم كان يموت في العراء على جبال أفغانستان الجرداء، وقد بقرت القنابل أحشاءه، وكان يهمس في حشرجته الغوث الغوث يا قوي على كل ظالم، وقد أجاب الله باسمه اللطيف، وكان ذلك المشهد التاريخي العجيب.
أمة تموت وهي تحمل على ظهرها أسلحة وقنابل ومتفجرات تكفي لنصف الكرة الأرضية عدة مرات. فذلك هو الاسم اللطيف وسره الخفي، حينما يقبض بلطف على رقبة الظالم ولا يتركه إلا عدما. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حينما سجد يستعيذ ويستغفر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقابك، اللهم إني أعوذ بك منك. ذلك هو الله الذي به يستعاد ومنه يستعاد، وهو الأول والآخر وصانع التدبير. هذا تفسير الموحدين الذين يرون المشيئة الإلهية في كل شيء، ولكن العقلية الغربية لا تنظر بهذه الطريقة ولا ترى بفكرها إلا حسابات الواقع وموازين القوى، وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخيط الحوادث وأنها توجه التاريخ حيث تشاء. وتشعر أمريكا بالأمان وهي تسند ظهرها إلى البنتاغون وإلى ترسانة حرب النجوم وعيونها في كل مكان، وأقمارها في الفضاء تتجسس على دبيب النمل. ولا توجد في الحسابات الغربية كلمة الله، ولهذا لا تشعر أمريكا بحرج في مساندة عدوان أو الوقوف مع ظالم. ولقد ساندت إسرائيل وزرعتها في الوطن العربي وسلحتها بالقنابل النووية، وراحت تجند 100 صوت في الأمم المتحدة لترفع عنها تهمة العنصرية. تفعل هذا في الوقت الذي تلقي فيه إسرائيل بقنابلها على جنوب لبنان، وترفض عرض كل عروض السلام في واشنطن، وتضرب عرض الحائط بقرارات الأمم المتحدة وتخطف الرهائن. فماذا حدث لتنال فجأة هذه البراءة؟ ولقد ولدت إسرائيل عنصرية وما زالت عنصرية، ولا شيء تغير في سلوك إسرائيل لتمحو الأمم المتحدة قرارها الأول. وكالعادة اختلف العرب، اعترضت الأغلبية ومعها كل الحق، ولم تشترك مصر وتونس والمغرب والبحرين وعمان والكويت في التصويت لتوفير مناخ مناسب للسلام. أي سلام؟ أليس الحق أولى؟ إن أمريكا دولة كبرى وهي على رأس الكوكب الأرضي حاليا، على العين والرأس، لكن لا شيء يبقى في مكانه، فنحن كوكب دوار. وبالأمس كانت روسيا إلى جوارها على القمة، وغدا لا ندري ماذا يحدث، ولكننا نعلم علم اليقين أن الدنيا لا تديرها أمريكا ولا يدير شؤونها الكونغرس، ولكن إرادة إلهية لا تغفل ولا تنام. وفيما رأينا من أحداث التاريخ عبرة تكفي ليعود الأعمى منا بصيرا. نسأل الله باسمه اللطيف اللطف. خطأ الإسلاميين: الإسلام دعوة تأتي للناس بما يحبون على يد قدوة يعرفونها بمكارم الأخلاق، وليس انقلابا يأتي على ظهر دبابة يحمله إلى الناس بكباشي أو عقيد. وحينما تحول الإخوان المسلمون في الماضي من دعوة تسعى إلى الناس بالحسنى إلى جماعة سرية تسعى إلى الحكم بالقنابل، انتهى أمرهم. والإسلام في مبدئه جاء للوثنيين في قريش كدعوة، ودخل المدينة المنورة للمشركين مدعوا تستقبله الأغاني، ولم يدخلها قهرا بالسيوف والنبال. فما باله اليوم وهو يدخل ديارا هي ديار الإسلام بالفعل، يأتيها بالحديد والنار والخسف والعسف والإعدام والمحاكمات والمشانق، كما حدث في السودان، وكما ترسم لنفسها الجماعات الإسلامية المتطرفة في أكثر البلاد. إن الإسلام ليس انقلابا عسكريا، وليس إصلاحا للناس بالعنف، وليس إكراها للناس على غير طبائعهم، وإنما هو هداية للناس إلى الفطرة التي فطرتهم، التي فطرهم الله عليها. وهو دعوة وليس انقلابا، مخاطبة بالحسنى وليس مخاطبة بالكرباج. إن الإسلام موجود في ديارنا بالفعل، والآذان يدوي من المآذن لا إله إلا الله كل يوم 5 مرات، والناس تسعى الوفاء إلى المساجد. ولا حاجة بنا إلى انقلاب، وإنما لإصلاح يسعى إلى الناس من قنواته الشرعية انتخابا طوعيا وأصواتا تخاطب الناس من منابر برلمانية، وليس من أبراج الدبابات ومن فوق ظهور المدافع. ويريد الناس أن يروا في الداعية قدوة ومنبرا علميا رفيعا، وليس شقشقة من لسان من شاب حدث لا يعرف من دينه إلا آية أو بضع آية
يسعى بها ويلوي معانيها على هواه، ليس ليسوق الناس أمامه بالعصا كالدواب إلى حيث يريد. إن الإسلام حضارة وحوار رفيع المستوى وإنقاذ ورحمة، والإنقاذ لا يأتي للناس كرها ورغم أنوفهم. من يريد أن ينقذ الناس لا يضعهم في السجون، ولا يعلقهم في أعواد المشانق، ولا يقهرهم قهرا على غير ما لا يريدون. لا تعطوا للعالم رخصة لإدانة الإسلام بما ليس في الإسلام، ولا تعطوهم عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فيصرف الشباب عن أشرف غاياته. لقد أصبحت كلمة الأصولية تعني العداوة من فرط ما أسيء استعمالها، ومن فرط ما حملها إلى الناس أقوام لا أصالة فيهم ولا خلق لهم ولا أخلاق، وإنما هم طلاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به في الرقاب. إن الإسلام محبة ورحمة ومكارم وأخلاق أولا، ومن لا توجد فيه هذه الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها. وحق لهذا العصر أن نسميه عصر العنف وعصر الشعارات وعصر التزييف وعصر التدليس. الذين رفعوا شعارات توظيف الأموال بالمرابحة الإسلامية، ورفعوا لافتات لا ربا ولا ريبة، كانوا هم أنفسهم أهل الريبة، وكانوا حثالة اللصوص. وصدام حسين الذي رفع رايات الإسلام كان عدو للإسلام، انتهك الجوار وخان الأمانة وقتل الأبرياء واغتصب المحصنات ونهب الأموال، وكان ماضيه الدموي وحكمه الدموي ونظامه البعثي العلماني مناقضا لكل ما هو دين ولكل ما هو إسلام. ومع ذلك صدقه البلهاء ومشى خلفه المخدوعون، واتخذه مرضى القلوب إماما ورائدا. يا إخواني، راية الإسلام ليست ذريعة وليست فرصة تلتقط. راية الإسلام أمانة لا يحملها ولا ينالها إلا كل رحيم تقي. فكروا طويلا قبل أن تصفقوا، وتدبروا أمركم قبل أن تهتفوا، وأعملوا عقولكم قبل أن تسلموا رقابكم لكل طامع. فأنتم بشر، ومن أكرم من خلق الله، ولستم سوائم. كلام عن الآخرة. لو لم تكن هناك آخرة لوجب أن توجد، فدنيانا هذه استولى عليها الغشاشون والمرتشون والكذابون والمنافقون والقتلة، وعلى فيها الأدنياء وارتفع الأخساء، وحكم السفاحون وفاز الدجالون، وتقلد المداهنون النياشين والأوسمة. أما الطيبون فلزموا الخنادق والكهوف، ولاذوا بالجدران يدافعون عن لقمتهم الصعبة، واعتزلوا شوارع النجاح القذرة، وتجنبوا أوحال الشهرة ومزالق الجاه. والقمم التي تتشدق الآن بالعدل وبحقوق الإنسان هي نفسها التي داست على العدل وعلى حقوق الإنسان، هي نفسها التي وقعت على أوراق إعدام الشعوب وعلى مذابح الضحايا وعلى محارق المغلوبين بالجملة. قد يقول قائل: ولماذا يستوجب هذا الظلم افتراض آخرة؟ فأقول بيقين: لأن العطش إلى الماء يدل على وجود الماء، وعطشنا إلى العدالة أشد، وهو الدليل القاطع من داخلنا على وجود العادل. إن من زرع فينا العطش إلى الخير والحق والعدل قد زرع المؤشر الذي يدل عليه، وهو برهان قطعي، لأنه برهان من قلب وجودنا، وليس ثرثرة منطق ولا جدلا فلسفيا فارغا. إن نور الحق من داخلنا يقول: هناك يوم لن يفلس فيه ظالم. إن الذي أقام موازين هذا الكون المحكم الذي لا يستطيع أن يفلت فيه الإلكترون خارجا عن مداره دون أن يحصل على شحنة تساوي حركته، وهو جسيم أصغر 1,000,000,000 مرة من الهباء، يقول لنا ربنا بهذا المثال البليغ: إنه لن يفلت الظالم واحد من موازينه، ولو قال ظاهر الدنيا غير ذلك، فلا بد من آخرة تصحح جميع الموازين. إن قول الله في كتابه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين،
تعني أن أغلبية هذا العالم هم من الكفرة وإن كانت بطاقاتهم الشخصية تقول غير ذلك، وأن أغلبيتهم إلى النار. ألم يقول عن الساعة إنها خافضة رافعة؟ لأنها سترفع الأذلين والمبتلين من أهل الدنيا إلى أعلى المنازل، وستخفض المتكبرين من أهل الجاه إلى الهاوية، ولهذا سماها بيوم الفزع الأكبر. ولكن الأهواء والشهوات التي تسيطر على الكل تعطل التفكير وتصنع مناخا عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا بأن هذه الدنيا هي كل شيء، ويظل الكل سادرا في الغفلة حتى تأتي لحظة الموت ولا تعود هناك رجعة. وما أقرب ذلك الموت منا جميعا، وما أشبه الزمان بوهم، الماضي فيه عدم والمستقبل خيال والحاضر مجرد خيط مفترض بين الوهمين، وحركتنا عبر هذا الخيط هي أسرع مما نتصور. فما تلبث سنوات العمر أن تصبح ماضيا معدوما، وما تبقي لنا من أيام العمر مستقبلا موهوما. ثم يفاجئنا الموت ولا يبقي شيء يقال ولا يبقى شيء يقال. هل لا دعا لكل منكم نفسه لوقفة تأمل قبل أن يرفع يده ليرتكب جريمة، أو يقسو على إنسان، أو يختلس، أو يسرق، أو يأكل مال يتيم، أو يظلم أرملة، أو يشهد زورا، أو يقتل بريئا؟ هل لا نظر كل منكم إلى أبعد من أنفه، واستشرف إلى أبعد من مواقع قدميه، وتخطى مصلحته وتجاوز لحظته؟ وأتوجه بهذا للكبار قبل الصغار، أرجو أن يترجم عني هذا الرجاء بكل اللغات إلى الآحاد الذين يحكمون العالم ويتربعون على مصائر الملايين، ويتصرف كل منهم وكأنه الرافع الخافض والمعز المذل والمحيي المميت. لعله يتوقف هو الآخر لحظة ويفكر هنيهة قبل أن تسحب منه صلاحيات التصريف، ويصبح أثرا بعد عين وهيكلا لشيء تحت التراب. ولا يظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم والفن هو مقياس عظمته. الله سبحانه حينما امتدح نبيه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل له: وإنك لعلى علم عظيم، أو فن عظيم، أو ثراء عظيم، أو جاه عظيم، أو شهرة عظيمة. وإنما قارن العظم بالخلق على وجه التحديد وبالخلق وحده. ونعلم الآن مبلغ الدقة في هذا التوصيف، فنحن نرى الآن علماء لا نشك في درجاتهم العلمية، ونعلم مع ذلك أنهم لصوص ومرتشون وانتهازيون ومنافقون وعباد مناصب. وأكبر فناني عصرنا أجرا وأوسعهم شهرة أمثال مادونا ومايكل جاكسون هم أفسدهم سيرة وأحطهم أخلاقا. وكذلك كان أكثر الفنانين في كل العصور أمثلة بالغة للفسوق والانحلال. والثراء دائما كان لصاحبه مفسدة، وكانت الملايين لأهلها مضيعة، وكان الجاه غرورا والقوة تسلطا والنفوذ غطرسة. فلا يصلح أي شيء من هذا مؤشرا للعظمة ولا عاصما لصاحبه من عذاب الآخرة. وإنما المؤشر الوحيد للعظمة هو حسن الخلق، وهو العاصم الوحيد يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم يقف الإنسان عاريا إلا من عمله. وأهل الخلق هم أهل التقوى، وهم أهل خشية الله، وهم أهل الدين. وهنري بيرجسون لم يرى للأخلاق أصلا ومنبعا سوى الدين في كتابه الدين منبع الأخلاق. والمتصوفون جعلوا من الأخلاق محور مجاهداتهم ورياداتهم، ورأوا فيها صراطهم الوحيد الموصل إلى الله، بالإضافة إلى العبادة والتوحيد وإتقان العمل. واتخذوا للنفس المذنبة سلما ترتقي عليه يبدأ بالتخلية، أي التخلية من الذنوب وهجر المخالفات، ثم التحلية بالذكر والتسبيح والتزام الطاعات وإتقان العبادات وعمل الصالحات. ولهم في ذلك أحوال ومقامات ومنازل ومراق تدور كلها حول التخلق بمكارم الأخلاق. ويقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق، أي التحقق بالمعرفة الإلهية على وجه التحقيق، وتجلي الكمالات الإسمائية على الذات العارفة في ذروة قاب قوسين أو أدنى، وذلك عندهم منتهى القرب وغاية المنى.
والأديان اتفقت جميعها على ضرورة الأخلاق، وألواح موسى كانت معظمها وصايا خلقية، والوصايا العشر في الإنجيل وصايا خلقية، والقرآن هو المنهج الخلقي المفصل المحكم المهيمن عليها جميعا. وبدون أخلاق لا إسلام، ولو اكتملت الشعائر واتسقت المناظر والمظاهر، فالتقوى هي جوهر الدين بلا خلاف. وفي عصر الظلم والعدوان والبلطجة الذي نعيش فيه، والحرب التي يقودها الغرب لإبادة المسلمين في حملات الحقد والكراهية التي تجري أمامنا، لا أرى إلا كراهية تتأجج في قلوب هؤلاء الناس، ولا أرى إلا علوا واستكبارا وعنصرية وكفرا بواح. ولا أرى مسيحية على الإطلاق، بل أرى صليبية يهودية لا تؤمن بشيء سوى السيادة لنفسها بأي ثمن. وقد تغلغلت هذه الصليبية اليهودية إلى جميع مقاعد صنع القرار، وراحت تتآمر وتفسد وتؤلب الفئات والطوائف والأجناس والأديان بعضها على بعض، وتستخدم الآلة العسكرية الأمريكية في إثارة الحروب. وسوف يحيلون الأرض إلى جهنم، ولكنهم سوف يكونون وقودها في النهاية، ولن ينتصروا أبدا ولن يصلوا إلى غايتهم. ويقول ربنا عنهم: إن في صدورهم أكبر ما هم ببالغيه، أي إنهم لم يبلغوا تلك السيادة التي يخططون لها، ولن يحققوا ذلك الكبر الذي يملأ صدورهم، ولكنهم بسبيلهم إلى تلك الغاية سوف يملؤون الأرض عذابا ويشعلونها فتنا. ونرى الآن مشاهد مستفزة من تلك الفتن، وقد اتخذ الصياهين من النصر الأمريكي مركبا، ومن الحلفاء الأوروبيين أعوانا، ولسوف يجلبون الخراب على أمريكا ويأتون على بنيانها من القواعد، وسوف نرى ذلك بأعيننا في السنوات القليلة القادمة وقبل أن ينتهي القرن. ولكن لن نرى ذلك من مقصورات المسرح، بل سنكون نحن المسرح نفسه، وسنكون التاريخ، وسنكون القدر والمقدور. وأكاد أسمع كلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطينيين المجاهدين اليوم: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يترككم أعمالكم. ولا شك أن مصيبة العرب كلهم هي ذلك الوهن الذي أصابهم، والذي ذكره الله في الآية، وهو يقول جل من قائل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، أي لا تستسلموا لذلك الوهن، ولا تذعنوا للباطل، وأنتم أهل الحق وأنتم الأعلون وهم الأسفلون، وإن كانوا أكثر قوة وأكثر عدة، لكن الله معكم، ولن يضيع ثواب من يجاهد منكم ولن يضيع عمله. ومرة أخرى أقول لإخواننا الفلسطينيين: لا توقعوا على مذلة ولا تبسموا على غبن، فهم لا يريدون لكم سلاما، ولكنهم يريدون استسلاما، وأنتم جميعا ظهوركم الآن إلى الحائط، وأي تنازل آخر سوف يعني خروجكم من دائرة الوجود بالكلية. وانظروا ماذا تصنع الأمم المتحدة بإخوانكم في البوسنة. إن آخر ما قاله اللورد أوين وصية السلام إلى مسلمي البوسنة: ليس أمامكم إلا قبول الأمر الواقع، وإذا لم توافقوا فإن سوف نقطع عنكم المعونات الغذائية، وسوف نسحب قوات الأمم المتحدة. وهذا كل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام إلى الحفنة الباقية من المسلمين المحاصرين بين مطرقة السرب ونار الكروات. ولورد أوين وسيط السلام اليهودي لا يفكر أن يضغط على السرب أو على الكروات، بل كل ما يفعله من نجدة هو أن يضغط على رقاب المسلمين ويهددهم بالموت جوعا، هم وأطفالهم، إذا لم يقبلوا التسليم بالأمر الواقع. وهذا هو سلامهم، إنه الذل الأكثر مرارة من الموت، فلماذا الوهن ولماذا هذا التخاذل؟ أحبا في دنيا لا تساوي شيئا، أحبا في الوقيمات مغموسة في الذل. لقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الوهن الذي جاء في الآية الكريمة، وقالوا له: وما الوهن يا رسول الله؟ فقال الصادق الأمين: هو حب الدنيا وكراهة الموت.
وهذا حال أمة المسلمين كلها اليوم في كلمتين، هو حب الدنيا وكراهة الموت. ولن يتبدل حال تلك الأمة إلا حينما يظهر فيهم أو أولو الحزم والعصبة وأولو القوة التي تبيع دنياها بآخرتها، ولا ترى في تلك الدنيا شيئا يساوي المذلة من أجلها. وها نحن أولى أبدأنا بالكلام عن الآخرة وانتهينا إلى الكلام في الدنيا، وهل يختلف الاثنان؟ أليس وجهين لحقيقة واحدة؟ هي نفوس تبتلي هنا وتثاب هناك، وهي ما بين زمن ضائع اسمه الدنيا وخلود أبدي اسمه الآخرة. الدين الجديد الذي يدعون إليه. هناك اتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نحو دين جديد عالمي اسمه الديمقراطية وحقوق الإنسان، يحل محل الأديان الموجودة التي تفرق الناس وتجعلهم أعداء هكذا يظنون، وتجعل العالم محلا لصراعات لا تنتهي. والإسلام على رأس الأديان المتهمة بإثارة العداوة والبغضاء والحرب على الحضارة العلمية الجديدة، وهو على رأس قائمة الأديان المرشحة للزوال. وقد صنعوا نماذج يخيفون بها كل من تحدثه نفسه بالإسلام أو بالحكم الإسلامي، وهذه النماذج هي أفغانستان التي يتقاتل فيه القادة الإسلاميون حكم تيار ورباني وشاه مسعود، ويتبادلون الصواريخ في كابول بعد أن استقرت أقدامهم وهزموا الشيوعية ورفعوا راية الإسلام هو الحل، فإذا بها في الحقيقة راية دموية اسمها الإسلام هو القتل. ومن هذه النماذج أيضا الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر التي ركبت الموجة الديمقراطية لتصل إلى الحكم، فلما فازت بالأغلبية رفعت شعارات ضد الديمقراطية وأعلنت الديمقراطية كفر. ثم كل إرهابي يفجر القنابل ويقتل الناس يسارعون فيضعون على صدره بطاقة الإسلامي الأصولي، ويجعلون منه نموذجا لإسلام المستقبل. ومعظم هؤلاء الإرهابيين هم من صناعتهم ومن تربيتهم، ورباني وحكم تيار وشاه مسعود وعبد الرشيد دوستم، وراء كل واحد منهم دولة تموله وتسلحه وتدفعه ليظل الصراع الدموي مشتعلا، وليظل الإسلام موصوما بالعدوان والبربرية والتخلف والعجز والتناحر القبلي والطائفي في أفغانستان، وراءه أموال ترعاه وتنفخ في ناره كلما خبت زادتها سعيرا، لتظل القوى الإسلامية أحقادا مشتعلة يأكل بعضها بعضا، وليظل النموذج الإسلامي المخيف قائما أمام كل من تحدثه نفسه بالإسلام. ونسأل ومن حقنا أن نسأل عن هذه الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يريدون أن يجعلوا منها بديلا يوحد الناس ويجمع أشتات العالم. ما هي تلك الديمقراطية التي يريدونها لنا؟ إن يلتسين أحرق البرلمان وسجن النواب وصادر الصحف وحل الأحزاب المعارضة وحل المحكمة الدستورية العليا التي تراقب دستورية القوانين، وطالب برلمانات الأقاليم أن تحل نفسها، وأعلن الأحكام العرفية وأطلق مخابراته تفتش الناس في الشوارع. فماذا فعل الغرب الديمقراطي؟ وماذا كان تعليق المتحدثين الرسميين في إنجلترا وفرنسا وأمريكا؟ لقد رفع الجميع قبعاتهم وهللوا وأيدوا، وقال كلينتون إن الرجل يسير في طريق الصحيح إلى الديمقراطية. شيء عجيب، عن أي ديمقراطية يتحدثون؟ عن ديمقراطية يتحدثون أم عن مصالحهم؟ لقد صادف تخريب روسيا هواهم فهللوا وصفقوا وأيدوا وقالوا نعم روسيا تسير في طريق الديمقراطية، وهل هذه الديمقراطية التي ستوحد العالم؟ وحينما يقتل جندي أمريكي واحد في الصومال ويوضع طيار واحد في الأسر، يرتفع 1000 صوت في أمريكا يصرخ بالتهديد والوعيد ويذكر بحقوق الإنسان، وتتحرك البوارج والدبابات وحاملات الطائرات، وتنصب النيران من السماء على الشعب الصومالي الجائع العريان،
حينما يقتل 100 ألف مسلم يقتل 100 ألف مسلم في البوسنة، وتغتصب 60 ألف امرأة، ويشرد 3 مليون لاجئ، يلزم الجميع الصمت، ولا يخرج من أمريكا صوت، ولا يصدر قرار باستنكار ما جرى لحقوق الإنسان، ولا تقلع طائرة، ولا ينطلق صاروخ واحد ليحمي حقوق الإنسان. عن أي حقوق إنسانية يتحدثون؟ ونسأل، ومن حقنا أن نسأل، هذه هي الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبشر بها أمريكا، والتي يرشحها الغرب ويختارها العلمانيون لتحل محل الأديان الموجودة التي تفرق الناس وتجعلهم أعداء، وتجعل العالم محلا لصراعات لا تنتهي؟ والمقصود طبعا هو الإسلام، والمطلوب محوه من قائمة الأديان السماوية هو الإسلام، فهو وحده الذي يضمر العداء، وهو وحده الذي ينوي الخراب للعالم. وهو اتهام مثل قول البعض أن محاكم التفتيش في العصور الوسطى هي المسيحية التي دعا إليها المسيح، وهو ليس اتهاما وإنما تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكري، وهذا هو عالم اليوم، مسرحا للظلم والفوضى الفكرية وتسابق في خلط الأوراق، ومحاولة لمحو الأديان واتهامها بما ليس فيها للخلاص منها. ولن تصلح الديمقراطية دينا ولا حقوق الإنسان ملة، لأنهم يجعلون منها ثيابا فضفاضة يفصلونها على هواهم ويقيسونها على مصالحهم. فديكتاتورية يلتسين هي عين الديمقراطية، لأن خراب روسيا وانقيادها يروق لهم، وسيظل دين الإسلام الذي أنزله الله هو الحل، لأنه لا يتبع الهوى ولا يحابي جنسا على جنس، ولا لونا على لون، ولا قوما على قوم. فقد جاء الإسلام وجاء محمد رحمة للعالمين، وليس رحمة للشرق الأوسط أو الجزيرة العربية وحدها. ولأن الإسلام يعني القيم والمثل والأخلاق، ولأنه يأمر بالعدل ويحمي حقوق الإنسان من قبل أن يعرف الأوروبيون هذه الحقوق. وبدون القيم وبدون الأخلاق لن تقوم للديمقراطية قائمة، ولا لحقوق الإنسان وجود، ولن تصلح أي من هذه النظم الوضعية بديلا للدين، ولأن الدين يقوم لا يصدق عمل دون أن تصدق النية، فلن يكون للدين بديل، لأن النيات لا مكان لها عند الماديين، فهي عندهم عيب، وهم لا يعبؤون إلا بالظاهر ولا يعملون إلا للظاهر. والإسلام أعطانا الخلود وأعطانا الآخرة ووعدنا بالجنة الأبدية، فماذا وعدونا هم سوى الكوكاكولا والهامبرجر والجينز ومادونا وجاكسون وسائر المتع المنحلة؟ ثم عمر قصير ينتهي بالموت والتراب، ولنا روح لا تفنى هي نفخة الله فينا، ولنا رب لا يموت. فماذا تعد أحزابهم العلمانية أتباعها سوى الغرور والمغانم الوقتية وأحلام السيطرة الزائفة؟ وماذا عندهم سوى المال الزائل والحظوظ الفانية؟ ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة، نحن نهتف معهم لهذه الديمقراطية ونسعى إليها، ولكنها لن تصلح بديلا لديننا، وإنما هي مجرد شرعة تستقيم بها دنيانا، وهي بعض ما يأمر به إسلامنا، وهي بعض أعمدته التي أقام عليها إعمار الأرض وصلاح المجتمع. والإسلام يجمع لنا حسنات الدنيا وحسنات الآخرة، وهو الغذاء المتوازن للروح والجسد، والإشباع الكامل لتركيب الإنسان الجامع بين تراب الأرض ونورارية السماء. وستظل كل النظم الوضعية من اشتراكيات ورأسماليات وديمقراطيات وديكتاتوريات كيانات ناقصة، في حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيم وزرع أخلاق لتعيش، وستظل كمريض الفشل الكلوي في حاجة إلى غسيل دم وفلترة سموم دورية متكررة لتستمر، لأنها لا ترى في الإنسان إلا جسمه وحاجاته المادية ووجوده العابر، ولا تبصر روحه، ولا تعترف بالذات الإلهية التي نفخت فيه تلك الروح. ونعترف معهم أن أكثر المسلمين متخلفون رجعيون كسالى، ولكننا نقول إن تلك القطرة المتخلفة لا حظ لها من الإسلام إلا الاسم والبطاقة، وإنها ليست حجة على الإسلام، ولكن الإسلام هو صاحب الحجة عليها. ونقول إن الله امتحن المسلمين بالدنيا ليميز الخبيث من الطيب، وقال إن أكثر الناس لا يفقهون،
وأن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال عن المؤمنين وقليل ما هم. وسيظل الإسلام تحديا مستمرا لكل ما تقدم من العقول من بدائل، والإسلام يحتوي على الديمقراطية ولا تحتوي الديمقراطية عليه، كما يحتوي على كل ما قالوا من حقوق الإنسان وعلى أكثر مما قالوا، بل إن ثورة الحفاظ على البيئة وعلى التنوع الحيوي الذي